معكم صباحا مشاهدينا الآن نستعرض أهم العناوين السياسية الصادرة صباح اليوم بشبكة الشروق. نبدأ بهذا العنوان: اتفاق مبادئ بين الحكومة والجبهة الثورية. وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية في محادثات بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا يوم الأربعاء على اتفاق لإعلان المبادئ بحضور وزير شؤون الرئاسة في مكتب رئيس جمهورية جنوب السودان. ونجحت الأطراف السودانية عبر وساطة رئيس جنوب السودان في الاتفاق على خارطة طريق تمهد للعملية التفاوضية بعد يومين من بدء التفاوض بوصول وفد المجلس السيادي الانتقالي إلى جوبا. وسبق أن أعلن المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان تود جولواك عن اتفاق الطرفين على معظم القضايا العالقة بينهما، وأكد اقتراب توصل الطرفين إلى سلام شامل. وأوضح جولواك بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء أن الطرفين انخرطا في مناقشات جادة خاطبت جذور المشكلة واستمرت ليومين بعد وصول وفد مجلس السيادة الانتقالي بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو لجوبا. وقال إن الاتفاق المنتظر توقيعه سيشكل ورقة مشتركة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أيضا من الأخبار: حمدوك إلى جوبا بالخميس. توجه رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الخميس إلى دولة جنوب السودان في أول زيارة خارجية بعد تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية. يلتقي خلالها برئيس دولة الجنوب سيلفا كير مياردت، ويرافق حمدوك في زيارته التي تستغرق يومين وأربعة من وزراء حكومته. نعم، وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح إن رئيس الوزراء سيرافقه في هذه الزيارة ووزراء الخارجية والداخلية والتجارة والصناعة والطاقة والتعدين. أوضح الوزير بحسب وكالة السودان للأنباء سونا أن الزيارة ستبحث العلاقات الثنائية وأفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا، إلى جانب الجهود التي تقوم بها جوبا لإحلال السلام في السودان. وألمح رئيس الوزراء الثلاثاء إلى إجراء تعديل في الحكومة الانتقالية عقب التوصل لاتفاق لتحقيق السلام مع الحركات المسلحة، ووصف الحديث عن التنمية والاستقرار والديمقراطية دون تحقيق السلام في البلاد بأنه حرث في البحر. ونستمر تباعا مشاهدينا في مطالعة عناوين الصادرة في موقع الشروق نت. موسفيني يدعو الحكومة والمعارضة الجنوبية لأعمال الحكم عفوا. دعا رئيس اليوغندي يوري موسيفيني طرفي الحكومة والمعارضة الجنوب السودانية خلال لقاء جمعه بقيادات تحالف سوا الموقع على الاتفاقية المنشطة في عاصمة بلاده كامبالا. دعا الطرفين للتعامل بحكمة مع القضايا الخلافية العالقة للعبور بعملية السلام إلى لاما. ووصف المتحدث باسم تحالف سوا المكلف ستيفن لوان نوغور لقاء قيادات التحالف مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني والمشاورات التي تمت بالمثيرة لكونها تصب في مصلحة السلام ودعمه، مشيرا إلى أن موسيفيني نصح الطرفين الحكومة الجنوبية والمعارضة بالحكمة في التعاطي مع ملف الولايات بوصفه واحدا من القضايا العالقة. وأوضح لوال أن التحالف يتكون من 8 تنظيمات سياسية وعسكرية معتمدة لدى الإيجاد، بما فيها حركتي جبريال شانغسون والراحل الجنرال بيتر جاديت. تعتبر جميعها المكون لتحالف المعارضة في جنوب السودان SSOA. وأكد اللوال بأنهم ليس لديهم عضوية في المعارضة خارج نطاق الاتفاقية المعتمدة لدى الإيجاد، معتبرا حركتي SSUM وBDF قد تنصلتا من التزامهما تجاه توحيد تحالف سواء، مستخدمة الصراع وتأجيج الخلاف عبر إنشاء تحالف غير محتمد لدى الإيجاد، مثل جلب أشخاص ليس لهم علاقة بالتحالف أو التنظيمات الموقعة على اتفاقية السلام المنشطة بأديس أبابا. وطالب لوال تنظيمي جبريال شانغسون وتنظيم الراحل بيتر جاديت بالعودة إلى حض التحالف بدلا من خلق الأزمات وإلهاء الرأي العام بقضايا انصرافية مثل تكوين تحالف خارج نطاق الشرعية. وناشد لوال تنظيمي شانغسون وحركة جاديت بقبول العملية الانتخابية الجاري تنفيذها في منتصف الشهر الجاري باعتبارها فرصة لوحدة الصف في تحالف سوا. ونطالع أيضا إيجاد تمتدح تسهيل السودان للقاء سيلفا كير ومشار. امتدحت الهيئة الحكومية المعنية بتنمية دول شرق إفريقيا إيجاد الجهود التي بذلها السودان لتسهيل اجتماعات الرئيس سيلفا كير وزعيم المعارضة مشار.
المشاعر وجها لوجه، وطالبت الأطراف في دولة الجنوب بإيجاد حل للمسائل العالقة، وحثت المجتمع الدولي والأصدقاء على مواصلة دعم تنفيذ اتفاق السلام. ورحبت الهيئة يوم الثلاثاء باجتماعات الرئيس الفاكر ورئيس الحركة الشعبية في المعارضة رياك مشار في العاصمة جوبا، منوهة إلى أنه يأتي كجزء من الجهود المبذولة لتسوية القضايا العالقة في ملف الترتيبات الأمنية وعدد وعدد حدود الولايات. وقالت الإيجاد في بيان لها بحسب تمازج إن الاجتماعات بين كير ومشار تأتي في الوقت المناسب وخطوة مهمة نحو حل المسائل العالقة وبناء الثقة بين الطرفين. وأضاف البيان الإيجاد ستواصل في دعم اللقاءات المباشرة بين قادة جميع الأطراف في اتفاقية السلام لضمان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الوقت المناسب. ووقع الرئيس سيلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار وعدد من جماعات المعارضة الأخرى اتفاق السلام في سبتمبر عام 2018، وحتى الآن لم تقم الأطراف بإنشاء جيش موحد وتحديد عدد الولايات منذ توقيع الاتفاق. وأيضا نطالع عبر شبكة الشروق نت الشرطة تنفي تغيير أو إلغاء الجواز السوداني. نفى الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد شرطة حقوقي عمر عبد الماجد الأربعاء ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اتجاه لوزراء الداخلية لتغيير وإلغاء جواز السفر السوداني، منوها إلى أن ما تردد حول الأمر عار تماما من الصحة. وأوضح بحسب وكالة السودان للأنباء سونا أن الفترة المقبلة ستشهد خدمات إضافية نوعية في استخراج الجواز خارج السودان الجاليات الكبيرة. وأشار الناطق الرسمي إلى أن المدير العام لقوات الشرطة قد شكل في وقت سابق لجنة لمراجعة شهادات القيد المدني لطالبي الجنسية بالتجنس. وأكد المكتب الصحفي للشرطة على صفحته الرسمية على فيسبوك في وقت سابق من الأربعاء أن الشرطة بدأت منذ الثلاثاء بتطبيق حملة واسعة وسط الأجانب بولاية الخرطوم بهدف مراجعة أوضاع كل المتواجدين منهم بالبلاد. وأصدر مدير عام الشرطة الفريق عادل بشاير قرارا قضى بمراجعة أوضاع الأجانب كافة المتواجدين على أرض السودان وحاملي الجنسية السودانية وفق المادة 9 من قانون الجوازات بغرض الفحص والمراجعة. شملت جنسيات كل من بلدان سوريا واليمن وإريتريا وإثيوبيا ومصر. ونستمر في قراءة الأخبار صباحا عبر شبكة الشرق، لطالما كان أيضا الإعلام من الحكومة الجديدة بتوجيه من السيد وزير الوزراء بفتح المدارس في 15 من الشهر الجاري. كمان هنالك أيضا توجيه بإعادة فتح الجامعات السوداني في هذا الخبر بداية أكتوبر موعد استئناف الدراسة بالجامعات. أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار الزين صغيرون يوم الأربعاء استئناف الدراسة بالجامعات السودانية اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر القادم، واعتماد إحفاء بعض مديري الجامعات وقبول من تقدم بالاستقالة. وترأس عمر بشير مانيس وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع الخاص بترتيب فتح الجامعات الذي ناقش متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات واستقرارها. وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية عقب اللقاء إلى صحب الشرطة الجامعية حالما تكون الجامعات جاهزة لتولي دورها الأمني والتأكد من جاهزية الداخليات وتوفير كل المعينات لاستقبال الطلاب. ونوهت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الاجتماع تناول كل القضايا التي طرحها الطلاب والأساتذة والمبادرات المختلفة بعد بداية العام الدراسي. نحن نتمنى اليوم عام دراسي صحيح. إن شاء الله موفق بإذن الله تعالى بعد غياب طويل جدا سواء كان الجامعات أو حتى المدارس، طال الغياب والآن أعتقد أنه الحماس سيكون عالي واستقبال عام جديد سيكون برضو يعني في كل نفوس الطلاب. لينا ما يهم الطالب هو الآن لكل الطلاب من الولايات الأخرى اللي هم متواجدين في ولايات الخرطوم، يعني شاهدنا في فيديوهات مختلفة طريقة خروجهم من الداخليات صحيح، فنأمل من الجهات ووزارة التربية والتعليم العالي أن تخصص أماكن أخرى للطلاب لاستقبالهم حال فتحت هذه الجامعة.